الظهيرة من الميادين، والبداية مع العناوين. الكرد يؤكدون تلقي مساعدات عسكرية أمريكية أنزلت جوا قرب عين العرب، وأنقرة تقول إن مجالها الجوي لم يستخدم. شهداء وجرحى بتفجير 4 سيارات مفخخة في بغداد وكربلاء، والعبادي يلتقي المرجع السيستاني قبيل توجهه إلى طهران. لافروف يؤكد استمرار موسكو في دعم بغداد ودمشق في حربهما على الإرهاب، ويرى أن الغرب يكرر في سوريا الخطأ الذي ارتكبه في ليبيا. مسلحون من القاعدة يدخلون منطقة العدين في إب وسط اليمن، وعشرات القتلى والجرحى في مواجهات مع أنصار الله شرق رداح. أكد الكرد أن كمية ضخمة من الذخيرة والسلاح وصلت إلى عين العرب كوباني في شمال سوريا، الأمر الذي من شأنه المساعدة كثيرا في مواجهة داعش. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد ذكرت أن طائرات عسكرية أمريكية أسقطت أسلحة وذخائر وإمدادات طبية للقوات الكردية التي تقاتل داعش قرب عين العرب، وذلك للمرة الأولى منذ بدء هجوم التنظيم على المدينة. تركيا من جهتها قالت على لسان مسؤول في وزارة الخارجية فيها إن المجال الجوي التركي لم يستخدم في عمليات إسقاط الأسلحة التي نفذتها الولايات المتحدة للمقاتلين الكرد في عين العرب. نفي أنقرة استخدام واشنطن مجالها الجوي لإسقاط أسلحة للكرد في عين العرب قابله إعلان وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو أن بلاده اتخذت إجراءات لمساعدة المقاتلين العراقيين الكرد للوصول إلى مدينة عين العرب كوباني. كلام أوغلو جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي. نحن نتعاون مع التحالف فيما خص كوباني، نريد أن نزيل كل تهديد في المنطقة ونرى ما يقوم به الأشقاء العراقيون الكرد والمساعدات التي تلقيها الطائرات الأمريكية من هذا المنظار، ونحن نسهل عبور مقاتلي البشمركة العراقيين نحو كوباني ونجري محادثات أوسع بهذا الصدد. أسلحة أمريكية محمولة جوا إلى عين العرب كوباني، حوالي 27 حمولة تشمل ذخيرة وأسلحة خفيفة ومعدات طبية ألقتها طائرات الشحن العسكرية الأمريكية C-130 للمقاتلين الأكراد، أسلحة ستساعد المدافعين عن كوباني في مواجهة تنظيم داعش وستؤثر إيجابا في سير المعارك بحسب متحدث باسم قوات حماية الشعب الكردية. الخطوة الأمريكية أثارت غضب الحليف التركي، فجدد الرئيس رجب طيب أردوغان رفضه السماح بتزويد المقاتلين الأكراد بالأسلحة. حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بالنسبة لنا يساوي حزب العمال الكردستاني، هو منظمة إرهابية، ومن الخطأ أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها والناتو بالحديث إليهم أو أن تتوقع منا القبول بهذا الدعم لمنظمة إرهابية، نحن لا نستطيع القبول بهذا. أردوغان الذي تراقب قواته ما يجري في عين العرب كرر أنه من الخطأ جدا التوقع أن ترد تركيا بالإيجاب على طلب أمريكا تسليح الأكراد في سوريا. المعارك في كوباني على وتيرتها للشهر الثاني، المقاتلون الأكراد يصدون هجوم داعش ويصرون على المقاومة بعد استعادتهم مواقع في المدينة. في المقابل يوزع داعش صورا لمقاتليه داخلها، ولمقاتل شيشاني يزعم أنه جاء لتحرير عين العرب كوباني ممن سماهم الكفار. اجتمعوا علينا لأجل ماذا؟ بأننا أتينا إلى هذا الأرض لتكون كلمة الله هي العليا، لنحرر هذا الأرض من رجس الملاحدة PKK وغيرهم. هذا هو هدفهم، يعني هذا هو هدفهم، ليمنع أصول دولة إسلامية من إقامة شرع الله عز وجل. أما سكان كوبان الذين نزحوا إلى الحدود التركية فعيونهم شاخصة إلى مدينتهم ويأملون العودة إليها بعد تحريرها بالكامل من داعش. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال أن بلاده أبلغت تركيا أن إسقاطها أسلحة جوا للكرد قرب عين العرب جاء استجابة لأزمة ولا يمثل تغييرا في السياسة الأمريكية. كيري أضاف أنه تحدث مع السلطات التركية وكذلك فعل الرئيس أوباما، وأوضح أنها لحظة كارثية وطارئة وذلك كان إجراء لحظيا.
ومن كوباني عين العرب ينضم إلينا الرئيس المشترك لمجلس الشعب في كوباني عين العرب أحمد شيخو. أهلا بك سيد الكريم. للمرة الأولى منذ الاشتباكات في عين العرب كوباني تسقط الطائرات الأمريكية الأسلحة والذخائر، هل ستساهم هذه المساعدات في صمود ودعم المقاتلين الكرد في وجه الهجمات التي يشنها تنظيم داعش؟ نعم، بداية نرحب بكم وبمشاهديكم الكرام. كما تفضلتم، فليلة أمس قد وصلت إلى يد وحدات الحماية الشعبية كمية من الذخيرة والأسلحة والأدوية، فهذه المساعدات التي وصلت بالطبع سوف يزيد من مقاومة كوباني وسيزيدنا إصرارا على التقدم قدما، السير قدما نحو تحقيق أهدافنا بالتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التي تحاول جاهدة الدخول في مدينة كوباني، والتي من أهدافها الدخول في مدينة كوباني. فكما قلتم أن هذه الهجمات دخلت شهرها الثاني، فأنا باعتقادي أن مدينة كوباني تتعرض للهجمات منذ سنة ونصف، ليس في الشهر الثاني فحسب. فمنذ 20 تموز 2013 كوباني تتعرض للهجمات، وهي تتعرض للحصار منذ ذلك التاريخ لحتى يومنا هذا. يعني تتالت القوات التي هاجمت كوباني حتى وصلت إلى داعش التي هي في الأخير تهاجم الآن كوباني. نعم سيد أحمد، هل هذه المساعدات سوف تساهم في استعادة المبادرة من قبل المقاتلين الكرد لاستعادة المناطق المحيطة أيضا بمدينة عين العرب كوباني؟ بالطبع، وحدات الحماية ومن حولهم الشعب الكوباني الذي بقي صامدا حتى هذه اللحظات في بيوتهم، كانوا مصرين على التمسك بموقفهم في التصدي لداعش ولهجماتهم. فمن خلال هذه المساعدات أو من دون هذه المساعدات الموقف لم يتغير، إنما سيساعدنا هذه المساعدات الى الاسراع في عمليه تطهير المنطقه من رجس داعش ومن القضاء عليها. فليله امس حين وصلت الاسلحه كان هناك تقدم كبير من قبل قواتنا في جميع الجبهات، حيث تلقت قوات داعش ضربات مميته في كافه الجبهات قبل ان تصل تلك المساعدات. فمع وصول هذه المساعدات بالطبع تزداد هذه المقاومة وستكون عملية تطهير المنطقة من داعش مسرعة أكثر إسراعا من أي وقت. نعم سيد أحمد، وزير الخارجية التركي يقول إن تركيا وأنقرة قد سهلت مرور مقاتلين أكراد عبر الأراضي العراقية لدخولها إلى كوباني عين العرب. في المقابل أردوغان يؤكد أن أنقرة لم تسمح باستخدام مجالها الجوي لشن هذه أو لقيام الطائرات الأمريكية بإنزال هذه المساعدات. ما هو تعليقكم على هذا التناقض في الموقف التركي؟ ليست المرة الأولى التي تدور فيها تناقض في الموقف التركي. فتركيا من جهة تساعد جماعة داعش علانيا وليس خفية، فهناك مئات الأدلة أخذت على الجماعات الإرهابية بأنها قد دعمت من قبل داعش وبالتحديد من خلال هجماتها على كوباني. ومن جهة أخرى تحاول إقناع العالم بأنها ستنضم إلى الائتلاف الذي تحارب داعش. فتركيا من أهدافها القضاء على أي حلم كردي في المنطقة، سواء كان في سوريا أو في تركيا أو في العراق، وهذا ما صرح به أكثر من مسؤول تركي في أكثر من مناسبة. وبالتالي فهي ستعمل ما بوسعها لعرقلة أي مساعدة تصل إلى كوباني أو تصل إلى غربي كردستان. لذلك نجد التناقض في الموقف التركي، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لنا. نعم سيد أحمد شيخو الرئيس المشترك لمجلس الشعب في كوباني، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من عين العرب كوباني، شكرا جزيلا لك. ميدانيا أيضا في سوريا، أفادت مراسلة الميادين بأن الجيش السوري دمر برج الحافظ في حي الوعر غرب مدينة حمص بنحو كامل، حيث كان يتحصن عشرات المسلحين. وفي حلب سيطر الجيش السوري على مزرعة الحلب وتلة المضافة قرب حندرات شمال حلب وسط استمرار تقدمه في المنطقة. الجيش السوري كان قد سيطر أيضا على المنطقة الحرة بعد استعادته السيطرة على المسلمي قرب قريتي سيفات والجبيلة شمال شرق المدينة.
وفي مقاطعة الجزيرة شمال شرق سوريا، أصدر المجلس التشريعي الكردي للإدارة الذاتية قانون أداء واجب الدفاع الذاتي عن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وسط مقاطعة بعض الأحزاب الكردية والمجلس الوطني الكردي. قانون الخدمة العسكرية الإلزامية المعروف بقانون أداء واجب الدفاع الذاتي أثار مخاوف وردود فعل بين مؤيد للقرار ومعارض له. كثيرون يرون أن القانون جاء في وقته المناسب، ولا سيما أن المنطقة تعيش حالة حرب مع تنظيم داعش، فيما تؤكد فئة أخرى أن القرار يهدف إلى إفراغ المنطقة الكردية من الشباب. هو تجنيد إجباري ضمن ما سمي بجيش دفاع ذاتي، يخدم فيه الشبان من عمر 18 وحتى 30 لفترة 6 أشهر وفق أحكام وأنظمة محددة، ويشمل كل مكونات محافظة الحسكة من عرب وكرد ومسيحيين. نحن معه، مين بده يحمي مناطقنا؟ يعني شبابنا بده تضل هون ونحن بدنا نحمي مناطقنا. والله بهالطريقة اللي يخطفون الشباب، يعني مو بهالطريقة. الدفاع الذاتي واحد يدافع عن قناعة، عن مبدأ، يعني بهالشكل هذا مو مرفوض يعني تماما. وحدات الحماية أقامت حواجز ودوريات واعتقلت أكثر من 3000 شخص ممن رفضوا تطبيق هذا القانون، فخرجت التظاهرات المنددة في ظل استنفار شعبي أدى إلى إخلاء سراح معظم المعتقلين بعد توقيعهم وتوقيع ذويهم على تعهد خطي بالالتحاق لاحقا بالمعسكرات لأداء واجب الدفاع الذاتي. كيف هو لحماية أبناء المقاطعة ومجتمع المقاطعة ولحماية جميع العائلات كرامتهم وحماية ممتلكاتهم من الهجمات التي يتعرضون لها من قبل المجموعات الإرهابية ولا سيما داعش. الجيش المشكل تحت قانون واجب الدفاع الذاتي مهمته الحفاظ على أمن وراحة المواطن ضمن المقاطعة ضمن المدن، ومساندة وحدات حماية الشعب في حال حدوث هجمات قوية على المقاطعة. مسؤولو الإدارة الذاتية اعتبروا أن هذا القانون طبيعيا، وأن الغاية منه تهيئة الناس للدفاع عن أنفسهم وتدريب الشبان على حمل السلاح لحماية مدنهم. في المقابل أشارت مصادر حكومية إلى أن لا خدمة إلزامية إلا في صفوف الجيش السوري، ولا أحد يستطيع أن يأخذ دور الدولة. رأى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن السلوك اللامسؤول لبعض الدول الغربية والإقليمية من خلال تسليح وتحريك الجماعات المسلحة هو المانع الرئيسي للاستقرار في سوريا. موقف شمخاني جاء خلال لقائه المبعوث الأممي حول سوريا ستيفان ديمستورا. ديمستورا الذي وصل إلى طهران أمس حذر من أن المصيبة الإنسانية في المدن الحدودية السورية تستوجب العمل سريعا على إيجاد حل بمشاركة الدول المؤثرة في المنطقة، وجدد تأكيده بأن الحل في سوريا هو الطريق الأفضل لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي ومواجهة اتساع هذه الظاهرة في المنطقة. في العراق استشهد 15 شخصا وجرح نحو 35 آخرين في حصيلة أولية لتفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف مسجد الخيرات في منطقة السنك وسط بغداد. كما استشهد وجرح عدد من الأشخاص بانفجار 3 سيارات مفخخة في منطقة باب الطويرج وتقاطع الضريبة وسط كربلاء، وفق ما أفاد به مراسلنا. وفي المواقف، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجود تقدم في العملية العسكرية في قضاء بيجي شمال تكريت، وأشار العبادي إلى اتفاقه مع المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بشأن عدم الحاجة لقوات برية دولية على أرض العراق. إلى ذلك يغادر العبادي إلى العاصمة الإيرانية اليوم على رأس وفد وزاري. زيارة العبادي إلى طهران هي الأولى له منذ توليه مهماته، وسيلتقي خلالها بالمسؤولين الإيرانيين لتوحيد الجهود في الحرب ضد تنظيم داعش، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين. ومن بغداد ينضم إلينا مراسلنا عبد الله بدران. عبد الله، لو سمحت، بداية تفاصيل أكثر عن التفجيرات التي استهدفت بغداد وكربلاء قبل قليل. نعم وفاء، تفاصيل أكثر. قبل قليل انفجرت سيارة رابعة في منطقة الوند التي تقع شمال كربلاء. السيارة بحسب المعلومات الأولية يقودها انتحاري، وهي سيارة مفخخة استهدفت الحاجز الأمني الرئيس في منطقة الوند. حسب المعلومات حتى الآن قرابة 7 شهداء و15
جريحا بعد ثلاث سيارات استهدفت وسط كربلاء. كانت سيارات مفخخة مركونة استهدفت منطقة الإعدادية وتقاطع الضريبة ومنطقة باب طواريج وكلها في وسط المحافظة. مضافا على ذلك يعني من الهجمات الإرهابية كان انتحار يقود سيارة مفخخة قد استهدف أحد الأروية العراقية المتواجدة في عملية الفلوجة. المعلومات تشير لاستشهاد 4 من عناصر الأمن بينهم ضابط وإصابة 15. التطورات الميدانية امتدت إلى محافظة صلاح الدين، لا تزال الاشتباكات مستمرة عند أطراف الدجيل وعزيز بلد، فيما تمكن طيران الجيش العراقي اليوم من قصف تجمع لداعش في منطقة السيفونة والبجواري في الظلوفية. بحسب المعلومات الأولية المسلحون كانوا بني في مهاجمة المنطقة عند ضفاف نهر دجلة. نعم وفاء. نعم عبد الله. سياسيا وقبيل توجه رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى طهران، التقى بالمرجع السيستاني، هل رشح شيئا ما عن هذا اللقاء وما أهمية هذا اللقاء قبيل توجهه إلى طهران؟ نعم، أهمية اللقاء تكمن في أنه أول لقاء لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي منذ توليه المنصب بالمرجعية الدينية النجف الأشرف. مضافا على ذلك فإن المرجع الديني لم يكن قد استقبل عدد من السياسيين منذ حوالي 3 سنوات. كان هناك عدد من النقاط تم الاتفاق عليها تقاطع فيها وجهات النظر السياسية في بغداد، مع رؤية المرجعية على رأسها رفض وجود أي قوات برية أجنبية على الأرض، دعم القوة، دعم الحشد الشعبي، حل المشكلات السياسية العالقة، دعم الحكومة في تحررها. كذلك كان هناك اتفاق مع المرجعية على أن القوات المسلحة يجب أن تدعم، أن تقدم المشورة، لا بأس بالاستعانة بالخدمات التي يمكن أن تقدم من الدول الصديقة والشقيقة. هناك رفض واضح لوجود قوات برية أجنبية على الأرض. نعم عبد الله بدران مراسل الميادين كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. حولت الأمطار مخيم هرشم في أربيل إلى ساحة أوحال زادت من معاناة المئات من أهالي الموصل الذين يقطنون المخيم، فيما أدى انخفاض درجات الحرارة مع قدوم فصل الشتاء وضعف المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية إلى انتشار الأمراض ولا سيما بين الأطفال. تقرير محمد كريم. عبد السلام واحد من آلاف النازحين الذين هربوا من أماكن النزاع في الموصل ومحيطها إلى أقليم كردستان، والسبب بطش وممارسات لم تعدها أرض كان السلام والعيش المشترك عنوانين الحياة فيها. احنا محكومين كل قدام الإعدام على داعش، زين؟ أنا زمن أنا عليش، كاري تعيش أطفالنا؟ خلي يعيشون أطفالنا، يعيشون أطفالنا وإحنا كل شيء مارين. طينا ضحايا، طينا أموات، طينا دنيا، بيت ياني شعلوه، هسه مستمسكات، قول لي مستمسكات، هاي جنسية عراقية بس عندي، هاي جنسية بس هاي الجنسية، هتشوفها بس هاي الجنسية عندي. الشتاء المصحوب بالأمطار ضاعف بالمعاناة النازحين في مخيم هرشم في أربيل، مساعدات لا تقي أطفال المخيم من البرد، ما تسبب بانتشار الأمراض بينهم وسط غياب الرعاية الصحية كما يقول النازحون. هاي تمرضت والله نسلوا، حتى هاي الفوق هاي تمرضت، هاي بتعمي كلهم مرضى، يعني سخنون وأطباء ماكو، خدمات ماكو، يقول كله انطون وإن شاء الله ماكو. ذاك المرة جاب لنا أكل مسمم، كله دجاج مسمم، مرضنا الخيمة مالتنا اللي شوية وبوري مالتنا وقع، والخيمة مالتنا كله وقع اللي شوية كنا نموت. إحباط يسيطر على مشاعر النازحين في مخيم هرشم، هم يقولون إنهم فقدوا الثقة في المجتمع الدولي ويشتكون من غياب السلطات، متهمين إياها بالتخلي عنهم في هذا الوقت الصعب. عدة كيلومترات فقط هي ما يفصل هؤلاء النازحين عن مدنهم، هربوا من جحيم ممارسات لم يعهدوها سابقا ليقاوموا اليوم ظروفا لا تقل قساوة من أجل البقاء على قيد الحياة. من أمام مخيم هرشم في أربيل، محمد كريم، الميادين. حيث أن روسيا هي أحد مراكز النفوذ في العالم وهي مع تعدد مراكز النفوذ. ومن موسكو ينضم إلينا مدير مكتبنا في موسكو سلام العبيدي. سلام، إذن هي ليست المرة الأولى التي تؤكد روسيا دعمها للعراق وسوريا عبر تقديم المساعدات العسكرية، وذلك قد تم في مؤتمر باريس على لسان لافروف، ولكن في أي سياق أتى بداية هذا الكلام للافروف؟ نعم وفاء، في الحقيقة روسيا بالفعل أكدت أكثر من مرة أنها تدعم أي تحرك دولي شرعي تحت غطاء الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لا سيما داعش، وأيضا هي تقدم كل الدعم للحكومات الشرعية في الدول التي تواجه الإرهاب، وهذا ما نراه فعلا أيضا في أرض الواقع، سواء كان
في سوريا أو العراق أو مصر، وهذا ما أكده الوزير لافروف اليوم. أيضا اللافت في تصريحات عميدة الدبلوماسية الروسية التأكيد على أن كل المشاكل التي تمر بها مناطق العالم لا سيما منطقة الشرق الأوسط كل ذلك ناجم عن سياسة إملاء الإيرادات الغربية والأمريكية تحديدا على شعوب ودول تلك المنطقة. ولذلك فإن ما يجري الآن في الشرق الأوسط وما تقوم بها الولايات المتحدة مع الدول التي تدور في فلكها كل ذلك لا يصب في مصالح دول المنطقة وشعوبها، وإنما يزيد من الطين بلة. ولذلك فروسيا لا تقف مع التحالف الدولي لمكافحة داعش في العراق وسوريا والشرق الأوسط بشكل عام، لأنها ترى في ذلك محاولة لفرض أجندات خاصة بالولايات المتحدة وبحلفائها في المنطقة، وليس الهدف الأساسي هو يعني تدمير البنية التحتية للإرهاب في كل من العراق وسوريا بالدرجة الأولى. واللافت في تصريحات لافروف اليوم والتي جاءت في محاضرة ألقاها أمام يعني الكادر الحزبي لحزب روسيا الموحدة الحاكم في البلاد أن البرود أو الفتور في العلاقات بين موسكو وواشنطن سيستغرق فترة طويلة، نظرا لأن الولايات المتحدة لم تستوعب حتى الآن أن العالم تغير وأن العالم لم يعد حادي القطب وأن هناك سلام. لهذا السبب لهذا السبب وبسبب سوء العلاقات الأمريكية الروسية، روسيا تسعى إلى تقوية علاقاتها وتحالفها مع قوى أخرى في المنطقة كإيران وسوريا وبالتأكيد دول أخرى. هذا صحيح وفاء، سواء كان الوزير لافروف أو من قبله الرئيس بوتين أكدوا على أن العالم فيه مراكز عديدة وأن هناك قوى أقليمية كثيرة وتجمعات أقليمية روسيا تشارك في الكثير منها مثل شنغهاي، منظمة شنغهاي للتعاون، منظمة بريكس، وكذلك مؤخرا لاحظنا لقاء هاما في أستراخان الروسية بدول حوض بحر قزوين، وهذا يظهر مرة أخرى مدى عمق التنسيق بين موسكو وطهران باعتبار أن من وجهة نظر روسيا إيران تلعب دورا محوريا في منطقة الشرق الأوسط وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في غرب آسيا ومناطق أخرى. لذلك هذا التصريح الذي جاء على لسان لافروف اليوم هو فعلا تأكيد جديد على أن روسيا تقوي تحالفاتها الإقليمية ولا سيما مع إيران في منطقة الشرق الأوسط. نعم، مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي أشكرك جزيل الشكر. أفاد مراسلنا في اليمن بدخول عناصر من تنظيم القاعدة منطقة العدين في إب وسط اليمن وأنهم رفعوا علم التنظيم على مركز المديرية، كما أفاد مراسلنا أيضا بسقوط العشرات ما بين قتيل وجريح في مواجهات عنيفة بين أنصار الله والقاعدة في مناطق المناسح وقيفة شرق رداع. مراسلنا أضاف أن المواجهات امتدت إلى حدود منطقة عناس في ذمار، وجاءت المواجهات التي وصفت بالأعنف بعد يومين من سيطرة أنصار الله على مدينة رداع مركز محافظة البيضاء. إلى ذلك نفى مصدر في أنصار الله أن يكون قد جرى استهداف مركز للحركة في رداح. واقع ميداني وسياسي جديد فرضته حركة أنصار الله في اليمن منذ أيلول سبتمبر الماضي. انتشار أعضاء الحركة في صنعاء مذاك وتمددهم باتجاه شمال وجنوب ووسط اليمن بدأ يترجم سياسيا بمطالبهم من حكومة خالد بحاح المزمع تشكيلها قريبا. معارضو أنصار الله يتهمونهم بخدمة أجندات خارجية، وفي أحسن تقدير هم متحالفون مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي أزحته عن الحكم موجة التظاهرات الشعبية التي اجتاحت اليمن قبل عامين. ويأخذ على أنصار الله امتلاكهم واستخدامهم السلاح ولا سيما في المعارك الأخيرة بمواجهة القاعدة وحزب الإصلاح في عدد من المحافظات. الموالون يرون أنه من حق أنصار الله استثمار واقع الأرض في السياسة، ولا سيما أن اليمن ومنذ إزاحة صالح يعيش فترة غموض سياسي لا استقرار فيها. أنصار الله يطالبون بثلاث حقائب سيادية في الحكومة الجديدة: الدفاع والداخلية والمالية، وهي حقائب كانت تعد من حصة الرئيس عبد رب منصور هادي. وفيما يستمر أنصار الله بالانتشار على الأرض هم يشاركون في المحادثات حول تأليف الحكومة، حكومة يؤكدون على مشاركة الجنوب فيها لرفع المظلومية عن أهله والتصدي للفساد. أنصار الله دعوا قادة الحراك الجنوبي في الخارج للعودة والمساهمة في حكومة وطنية جامعة تنقل اليمن إلى واقع سياسي جديد في ظل مخاوف اليمنيين من مخططات خارجية لتقسيم بلادهم. وللاطلاع أكثر على التطورات الميدانية في اليمن ينضم إلينا مراسلنا أحمد عبد الرحمن من صنعاء. أحمد، إذن الآن أين تتركز الاشتباكات بين أنصار الله والقاعدة وما هي حصيلة الضحايا؟
نعم وفاء، بالنسبة للمواجهة الآن قبل قليل وصلتني معلومات تتحدث عن سيطرة أنصار الله على مناطق واسعة في منطقة المناسح التي تركزت فيها الاشتباكات منذ البارحة. هذه المنطقة تعد مركزا لتواجد عناصر القاعدة وأيضا أهم معاقل تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء جنوب شرق البلاد، وبالإضافة إلى منطقة قيفة وهي الأخرى أيضا أحد المعاقل التي يتواجد فيها عناصر القاعدة وقيادة القاعدة المهمة في محافظة البيضاء. المواجهة تركزت في هاتين المنطقتين، ووصولا إلى مناطق محاذية أو على حدود محافظة ذمار وسط اليمن، هناك دارت معارك عنيفة بين أنصار الله وتنظيم وعناصر تنظيم القاعدة الذين هربوا أو تمكنوا من الهرب إلى هذه المناطق وتمركزوا فيها. أنصار الله الآن يلاحقون هذه العناصر بعد تطهير منطقة رداء مركز محافظة البيضاء بشكل كامل بحسب تأكيدات قيادي في أنصار الله، وقال بأن المنطقة صارت آمنة ومطهرة بشكل كامل من عناصر تنظيم القاعدة، وبأن أنصار الله واللجان الشعبية في محافظة البيضاء تمكنوا من قطع الإمدادات أو الطرق الواصلة إلى عناصر تنظيم القاعدة في محيط منطقة ردع. اللجان الشعبية تتواجد بشكل طفيف في منطقة في شوارع منطقة ردع بعد رفع أغلب اللجان لنقاطها الشعبية لنقاطها الأمنية في هذه المنطقة. أيضا بالنسبة للمواجهة أيضا تنظيم القاعدة عبر موقعه الإلكتروني تحدث عن سيطرة عناصره على بعض المناطق، وقال بأن المواجهة مستمرة في هذه المناطق وأنهم وصلوا إلى منطقة نبع في محافظة ذمار. هناك تضارب في المعلومات، هناك يعني الأطراف المتقاتلة أنصار الله يؤكدون السيطرة على بعض المناطق، بينما القاعدة أيضا يؤكدون أنهم يسيطرون على مناطق على ذات المناطق ومناطق أخرى، لكن المعارك اشتدت مع بعض الهدوء الآن مع سيطرة أنصار الله على منطقة المناسح المهمة وهي وكر كما يقول أبناء المنطقة لعناصر تنظيم القاعدة هناك. نعم. أيضا وفاء لمحافظة عب عناصر القاعدة تمكنوا اليوم من العودة إلى منطقة العدين بعد أن كانوا قد سيطروا عليها قبل 3 أيام، وتمكنوا أيضا من رفع علم التنظيم على مركز المديرية مديرية العدين، ودخلت مجاميع مسلحة إلى هذه المنطقة بدون مقاومة، لكن اللجان الشعبية الآن ربما صدت بعض هذه المجاميع وتم ملاحقة هذه العناصر. نعم أحمد. مع هدوء للمواجهات أو للأجواء في منطقة في وسط مدينة إب بعد التوقيع على الاتفاق المبدئي الذي تم بالأمس. نعم أحمد عبد الرحمن مراسل الميادين كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. دعا وزير الخارجية الإسرائيلي فيكتور ليبرمان الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار في وقت قريب في مسألة برنامج إيران النووي. ليبرمان وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أشار إلى أنه إذا استكملت طهران برنامجها النووي فإن السعودية وبعدها مصر وتركيا ستنضم إلى ما يعرف بالسباق النووي المجنون على حد تعبيره، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن أمن مواطنيها والقرار يجب أن يكون لها وحدها فقط. جولة المحادثات النووية الأخيرة بين إيران وممثلي الدول الكبرى في فيينا الأسبوع الماضي عززت القلق الإسرائيلي من إمكان التوصل إلى صفقة بين إيران والدول الكبرى وسط تحذيرات من خطورة هكذا اتفاق على إسرائيل ومصالحها. تقرير من الإسماعيل. قبل نحو شهر من موعد انتهاء المحادثات النووية بين الدول الغربية وإيران، تحاول إسرائيل إعادة الموضوع النووي الإيراني إلى رأس سلم الأولويات في الولايات المتحدة، ولهذه الغاية تواصل إسرائيل بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت حملتها للتأثير في الجو العام بالنسبة إلى أي اتفاق محتمل بين إيران والدول الكبرى. رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر من أن إيران قد تتحول إلى دولة نووية وأن تهديدها أخطر من تهديد داعش. نواجه خطر اتفاق القوى الكبرى الذي سيبقي إيران دولة على الحافة النووية مع آلاف أجهزة الطرد المركزي التي بواسطتها يمكن إيران أن تنتج المواد اللازمة للقنبلة النووية خلال وقت قصير. هذا تهديد للعالم بأسره وخاصة إسرائيل، وهو أخطر بكثير من تهديد داعش علينا. وبعد نتنياهو كرت صبحة المحذرين، حيث نشر وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتس مقالا في صحيفة نيويورك تايمز طالب فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالالتزام بموقفه السابق لجهة تفضيله عدم التوصل إلى صفقة مع إيران حول برنامجها النووي من توقيع صفقة سيئة معها. أما وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان فقال
إنه على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ قرارا قريبا في مسألة النووي الإيراني. الحملة الإسرائيلية لم تقتصر على السياسيين في إسرائيل. بحسب تقارير وصلت إلى تل أبيب، فإن الولايات المتحدة وافقت مبدئيا في الاتصالات مع الإيرانيين على السماح بإبقاء 5000 جهاز طرد مركزي ضمن إطار الاتفاق الدائم، ما يعني أن الانطلاق نحو القنبلة ينخفض إلى سنة أو أقل. وفي الوقت الذي رأت فيه صحيفة إسرائيل هيوم المقربة من نتنياهو أن إيران ستبقى دولة على عتبة النووي وأنها تبعد أشهرا عن القنبلة النووية، قالت صحيفة هآرتس إنه مع اقتراب موعد انتهاء المحادثات ستزيد إسرائيل من وسائل الإقناع والمرافعة في واشنطن وعواصم أوروبية أخرى، ناقلة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن أي اتفاق بين إيران والدول الكبرى سيراوح ما بين سيء وأسوأ. 19 عاماً على توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، اتفاقية تطالب فئات كثيرة في المجتمع الأردني بإلغائها، بينما يرى مراقبون أن قراراً مثل هذا لن يعود بالنفع على الأردن. معتز القيسية والتفاصيل. ليست المرة الأولى التي يجلس فيها الأردن إلى طاولة مع الإسرائيلي، فقبل توقيع هذه الاتفاقية كانت الترتيبات والزيارات البروتوكولية غير المعلنة تسير على قدم وساق، لكن بتوقيع معاهدة السلام في منطقة وادي عربة أسس الراحل الملك حسين لمرحلة جديدة في الأردن. اتهامات شعبية عربية بالتخوين وبالتفريط بالقضية الفلسطينية لبلد فيه أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين. الرد الرسمي جاء بأن المعاهدة ضرورية وأتاحت للأردن وصاية على المسجد الأقصى والمقدسات وأنها لحماية فلسطين. الطرف الأساس المعني بالتعامل مع إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية كانت قد سبقت بهذا التوقيع، فشعر الأردن باعتقادي أنه عليه أيضا أن يحمي مصالحه. هذه التطورات باعتقادي تفرض على صانع القرار السياسي الأردني أن يتمسك في هذه الاتفاقية ليخفف من 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 انعكاسات التطورات التي والأحداث في المنطقة على أمن واستقرار الأردن. مع استلام الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم في الأردن تعززت الاتفاقية بالتنسيق واللقاءات المتكررة مع المسؤولين الإسرائيليين، آخرها ما نشرته الصحافة الإسرائيلية خلال العدوان على غزة. لا يوجد أي مكاسب للأردن من خلال هذه المعاهدة، وخاصة لو نظرنا إلى ما يتعلق بالمادة 11 من هذه المعاهدة والتي تنص صراحة على التوطين، يعني على الوطن البديل. هذه المعاهدة لم تفد سوى العدو الصهيوني الذي استفاد منها، أما الأردن فما هي الفائدة التي جناها من وراء هذه المعاهدة؟ تضييق على الحريات العامة وتطبيع علاقات مع هذا العدو القاتل الذي يستنزف الدم الفلسطيني بين الحين والآخر إن لم نقل كل يوم. مقتل قاد أردني بنيران الجيش الإسرائيلي واستمرار تهويد القدس والعدوان المتكرر على قطاع غزة، كلها زيت يسكب على نار غضب الشارع المطالب بإلغاء المعاهدة، ونواب البرلمان انحازوا أكثر من مرة للشارع. الأردن الرسمي المطبع مع إسرائيل يقول إنني في حالة سلام بعد المصريين والفلسطينيين، و57 دولة عربية وإسلامية مستعدة للتطبيع بحسب المبادرة العربية عام 2002. يرد الشارع الأردني والعربي بأن لا وجود لإسرائيل في قاموسنا وأن فلسطين أرضنا من النهر إلى البحر، وكيف نطبع مع من يقتلنا كل يوم. معتز القيسية، عمان، الميادين. في ليبيا تتواصل المعارك في محيط مدينتي ككلا والقلعة بالجبل الغربي، أما في بنغازي فتعرض منزل اللواء خليفة حفتر لهجوم بعبوات ناسفة ما أدى إلى وفاة سيدة، فيما قتل جنديان في الاشتباكات العنيفة المستمرة بين التنظيمات الإسلامية والجيش الوطني. مقاتلات سلاح الجو شنت غارات على عدة مواقع يتمركز بها الإسلاميون، وعلى رتل من السيارات الرباعية الدفع المسلحة كانت قادمة إلى المدينة من الجهة الغربية. أعرب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي عن ثقته بفوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 من الشهر المقبل. المرزوقي وفي حديث تلفزيوني رأى أن تونس حققت نحو 50% من أهداف الثورة في زمن قياسي، وحض المرزوقي التونسيين على المشاركة في الانتخابات التي وصفها باللحظة الحاسمة لمستقبل البلاد وللمعركة بين النظام القديم والحديث.
دعا رئيس الحركة الدستورية حامد القروي إلى تأليف حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات المقبلة تعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتعيد بناء الدولة. واعتبر القروي أن الأحزاب الدستورية تداركت أخطاء الماضي بخصوص الديمقراطية والتعددية وحرية التعبير. وعبر عن أسفه لاتهام رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي الحركة بعقد صفقة سياسية مع حركة النهضة، واصفا هذا الاتهام بالنيران الصديقة، داعيا إلى عدم إقحام حزبه في صراع التنافس الانتخابي بين النهضة والنداء. وينضم إلينا من تونس مراسل الميادين عماد اشتارى. إذا عماد، قبل 6 أيام فقط من الانتخابات التشريعية، هل اكتملت التحضيرات وماذا عن الإجراءات الأمنية؟ هل من إجراءات أمنية معينة قد اتخذت؟ نعم وفاء، موضوع التحضيرات لهذا الحدث الانتخابي المرتقب هو محور مباحثات تجري الآن بين الرباعي الراعي للحوار ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار. فضلا عن الاستعدادات لهذا الحدث الانتخابي، يفترض أن تتطرق أيضا المباحثات إلى الإخلالات التي عرفتها الحملات الانتخابية وكيف ستتعامل معها الهيئة قبل موعد الاقتراع وبعده. أمنيا، هناك خطة أمنية تم ضبطها بالتنسيق بين وزارتي الداخلية ووزارة الدفاع، وسيجري العمل بها لتأمين هذا الحدث الانتخابي المرتقب، سواء بفرض المراقبة الأمنية في المدن أو على مراكز الاقتراع. وزارة الداخلية دخلت حيز التنفيذ بالنسبة لخطتها، وأعلنت عن قطع الإجازات بالنسبة للموظفين، وأيضا منعت وقوف السيارات بالشارع الرئيسي للعاصمة. بينما وزارة الدفاع ستعقد غدا مؤتمرا صحفيا تضع فيه مختلف وسائل الإعلام في صورة الاستعدادات لوزارة الدفاع للقيام بدورها في تأمين هذا الحدث الانتخابي. نعم عماد، اللجنة العليا للانتخابات قبل يومين نظمت ما عرف بعملية اقتراع بيضاء، هل خرجت بأي نتائج وأفسحت عن نتائج هذه العملية؟ صراحة أن الهيئة نظمت يوما للتصويت الأبيض تحديد يعني كيف ستتم عملية الاقتراع، الآليات المعتمدة، كيف سيتم احتساب الأصوات. وهذه يعني العملية البيضاء كان يفترض أن يتم الإعلان للإعلام عن ما شابه من نقائص وماذا ستفعل الهيئة، ولكن الهيئة يفترض أنها تعلن ما وصلت إليه، ولكن لم يصل إلى حد الآن إلى مسامع الإعلام عن نتائج هذه العملية البيضاء. اكتفت بتقدير الأمور وربما بتدليل ما اعترضها من عقبات دون الإفصاح عن مجريات هذه العملية البيضاء. تنظيميا أعتقد أن الهيئة مستعدة لهذا الحدث الانتخابي، ولكن دعنا نقول أن الأنظار تتجه الآن إلى الرسائل المتقاطعة بين الأحزاب، وأيضا مدى حماسة المواطنين إلى المشاركة في هذا الحدث الانتخابي بكثافة، نظرا لأنه العديد من الأطراف تحدثت عن احتمال مقاطعة شرائح هامة من المجتمع لصندوق الاقتراع، ولذلك العديد من الومضات التحسيسية تحث على المشاركة بكثافة وتحث على الإسهام بالقيام بهذا الدور الوطني. نعم عماد اشترى مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من تونس، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. حاز فيلم واحد من إنتاج قناة الميادين وإخراج فجر يعقوب على الجائزة الثانية لأفضل فيلم عن فئة صورة إنسان في مهرجان بغداد السينمائي للعام 2014. الفيلم يروي قصة 3 مخرجين رواد في السينما اللبنانية، هم جورج نصر ونبيها لطفي وكريستيان غازي، ويطابق حالهم مع حال القضية الفلسطينية التي لطالما آمنوا بها وانتصروا لها في حياتهم وأفلامهم. فيلم واحد كان قد حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان مالمو للسينما العربية الذي انعقد في السويد، وسيعرض قريبا على شاشة الميادين. الوحيد البقياني منه في باريس. أهلا بكم. أعلن الرئيسان المصري والسوداني رفع مستوى اللجنة المشتركة بينهما من وزارية إلى رئاسية لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون بين البلدين. وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه اتفق مع نظيره السوداني عمر البشير على توحيد الإرادة السياسية والشعبية في البلدين لتحقيق طفرة نوعية في علاقاتهما الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية التجارية والصناعية.
نبقى في مصر، حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي عن وضع خطة للعمل على خفض الأسعار بنسب تتراوح من 30 إلى 50%. وأكد حنفي أن تكلفة السلعة في بلاده تزيد تكلفتها بنسبة 50%، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وعدم قدرة معظم المواطنين على شرائها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلع المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية. تتجه تونس لرفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 62 عاما اعتبارا من عام 2015 بهدف خفض عجز الصناديق الاجتماعية، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد نضال أرفلي. رفع سن التقاعد يأتي في إطار خطط لمواصلة سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها تونس هذا العام، والتي تأمل من خلالها خفض عجز الموازنة إلى 5% العام المقبل. أعلنت الحكومة الجزائرية نيتها تحسين رواتب وتقديمات عناصر الشرطة، وذلك بعد التظاهرة غير المسبوقة التي نظمتها المئات منهم الأسبوع الماضي للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. وأعلنت الحكومة أنه تم اتخاذ قرار بتحسين رواتب عناصر قوى الأمن وتحسين التقديمات في مجالات السكن، التنظيم وظروف العمل، إضافة إلى حق عناصر الأمن بالتمثيل، لكن البيان الحكومي لم يذكر مصير المدير العام للأمن الوطني، والذي طالب المحتجون بإقالته. أعلنت المغرب عن دخول أول محطة إنتاج طاقة شمسية العمل خلال العام المقبل، وذلك في إطار مشروع إنمائي واسع بكلفة 7 مليارات يورو. وتفوق قيمة المحطة نور واحد 600 مليون يورو، وتسمح بتوليد 260 ميجاوات. وتأتي في إطار خطة البلاد لإنتاج 42% من حاجاتها بواسطة الطاقة المتجددة عام 2020. سجلت الصادرات السورية للعام الجاري نموا بنسبة 8% مقارنة بالعام 2013، مع تعافي بعض المدن الصناعية وتحريك عجلة إنتاجها، بحسب ما أكد مدير عام هيئة ترويج وتنمية الصادرات إيهاب سمندر. سمندر أشار إلى أن قسما كبيرا من المدن الصناعية والمنشآت الإنتاجية في دمشق وحلب عاد للعمل، مما سينعكس تحسنا في حجم الصادرات ومؤشرات زيادة الإنتاج الصناعي. أنجزت وزارة الأعمار والإسكان العراقية نحو 25 ألف وحدة سكنية في عموم المحافظات، موزعة على 48 مجمعا سكنيا. العاصمة بغداد كان لها النصيب الأكبر ب 480 وحدة ستوزع على المواطنين أصحاب الدخل المحدود والفقراء، وبحسب توزيع الفئات المشمولة والتي تم إقرارها عبر المجلس الوطني للإسكان العراقي. في الخبر الأخير، أبلغ مصرف ستاندرد تشارترد آلافا من عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات أنه سيغلق حساباتهم في إطار استجابته لضغوط السلطات الأمريكية لخفض مخاطره في أعقاب تسوية تتعلق بعمليات غسل أموال. وكانت قد غرمت الولايات المتحدة المصرف البريطاني مبلغ 300 مليون دولار وأمهل 90 يوما لإنهاء صلاته مع شركات إماراتية صنفتها أمريكا بمرتفعة المخاطر، وأنذرته بإيقاف مدفوعات بالدولار في هونغ كونغ. أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو نيجيريا رسميا من أي إصابات مؤكدة بمرض إيبولا. أما السلطات الإسبانية فقالت أن الممرضة التي أصيبت بفيروس إيبولا مطلع الشهر الحالي تغلبت على الفيروس. وضمن إجراءات مكافحة الوباء، سترسل كندا أكثر من 1000 جرعة من لقاح تجريبي لفيروس إيبولا إلى سويسرا خلال هذا الأسبوع. هبة الله بطار والتفاصيل. تتضافر الجهود حول العالم لمحاربة فيروس إيبولا، الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 4500 شخص حتى الآن. أكثر من 1000 جرعة من لقاح تجريبي سترسلها كندا هذا الأسبوع إلى سويسرا، ليبدأ تجريب اللقاح على البشر نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل. الاختبارات السريرية على اللقاح الكندي بدأت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وأعلنت الحكومة الكندية أن النتائج ستظهر في كانون الأول. منظمة الصحة العالمية كانت قد تحدثت عن لقاحين تجريبيين أظهرا نتائج واعدة عند اختبارهما على القرود. الأول هو اللقاح الكندي VSV-EBOV المرخص من شركة أمريكية، والآخر من شركة بريطانية. المنظمة أعربت عن أملها
في أن تصبح آلاف الجرعات جاهزة للاستخدام في الدول الأفريقية مطلع العام المقبل، أمل قد لا يتحقق بهذه السرعة. فالشركة البريطانية قالت إن اللقاح الذي بدأت تجاربها السريرية عليه قد لا يكون جاهزا للاستهلاك التجاري قبل أواخر العام 2016. السلام عليكم. احتفالية ميروسلاف كلوزي تتسبب بوفاة لاعب كرة قدم هندي بيتر بياكسان غوزوالا، سجل هدف التعادل لفريقه في مباراة محلية قبل يومين في ولاية ميزرام. احتفل على طريقة النجم الألماني لكنه أخفق في الحركة البهلوانية فأصيب بكسر في العمود الفقري. ابن 23 عاما توفي في إحدى مستشفيات الولاية أمس متأثرا بالضربة وباحتفالية زملائه معه. مصدر اتحادية كدنية لتنظيم مباراة خيرية أحياء لذكرى الشاب الراحل. وأصبح للمشاردين مونديال. من العاصمة تشيلية انطلقت منافسات كأس العالم بمشاركة 63 فريقا من 49 دولة. البطولة ستتواصل 8 أيام قبل ساحة لامونيدا في سانتياغو. شروط المشاركة هي أن يكون كل لاعب مشرد أو بلا مأوى. يتألف كل فريق من 5 لاعبين وتنظم في البطولة هذا الأسبوع أكثر من 350 مواجهة. وتختتم المنافسات في 26 من الحالي. جمهور الجيش الملكي يوقف المباراة ضد الدفاع الحسن الجديدي ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين. واجتاح جمهور النادي العسكري ملعب الفتح في الرباط قبل نهاية الشوط الأول. كان الجديدي متقدما بهدف من دون مقابل. حاولت قوات الأمن السيطرة على الموقف عرضة لاعتداءات من الجمهور الغاضب. واستأنفت المباراة بعد إخلاء المدرجات، فحافظ فريق المدرب المصري حسن شحاتة على تفوقه منزلا الخسارة الثانية في 5 مباريات بفريق المدرب رشيد الطوسي. الشغب يعود إلى أجواء كرة القدم البرازيلية. الحصيلة قتيل وثلاثة جرحى إنما خارج الملعب. المواجهة الحمية الوطيس في ساو باولو انتهت بفوز سانتوس السابع الترتيب على بالميراس بثلاثة أهداف لواحد. وقبل المباراة حصلت صدامات على الطريق السريع الذي يربط المدينتين. السلطات أشارت إلى أن مسلحين من مشجعي بالميراس هاجموا حافلتين تقلان مشجعي الفريق المنافس. أحد مشجعي بالميراس قضى دهسا وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص، كما اعتقلت الشرطة شخصين مشتبه فيهما. إلى ملعب التنس، صراع التأهل إلى البطولة الختامية لا يزال مفتوحا. أندي موراي توج باللقب 30 في مسيرته بإحرازه بطولة النمسا المفتوحة على حساب ديفيد فيرر. وعلى الرغم من تأخره في المجموعة الأولى بخمسة أشواط لسبعة، تفوق الاسكتلندي في الثانية وحسمها بسهولة بستة أشواط لاثنين. وفي الأخير أكد البطل الأولمبي تفوقه على الإسباني وكسر إرساله ففاز بسبعة أشواط لخمسة. فوز موراي ضاعف المنافس على حجز إحدى مقاعد البطولة الختامية التي تستضيفها لندن الشهر المقبل، حيث يتنافس موراي مع الياباني كيني شيكوري وتشيكي توماس بيرديتش على ثلاثة مقاعد لم تحسم بعد. وفي روسيا توجت أناستازيا بافليوتشينكوفا بلقب بطولة كأس الكرملين في موسكو بتفوقها في النهائي على الرومانية إيرينا كاميلا بيتشو. بافليوتشينكو أضحت الرابعة الروسية تفوز بالبطولة منذ انطلاقتها قبل 20 سنة، وتفوقت على منافستها بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6-4 و5-7 و6 أشواط لواحد. وهذا هو اللقب السابع للروسية في مشوارها الاحترافي. في أجواء ملوثة تسابق 25 ألف شخص في ماراثون بكين الدولي، بعضهم استعان بالأقنعة المنقية للهواء. العدو الأثيوبي جيرماي برانين على المركز الأول لدى الرجال، فيما تفوقت مواطنته فاطمة سادو في المرتبة الأولى للسيدات. وشهد السباق انسحابات عديدة بسبب تلوث الهواء، بينما وصل البعض السباق ومنهم صينيون يعتبرون أنفسهم معتادين على ارتفاع نسب التلوث في بلدهم. وعلى الرغم من وجود سحابة تلوث، لم يوافق المنظمون على تأجيل السباق بداعي أن معظم العدائين جاءوا من خارج البلاد.